ما هي العادات والتقاليد؟ ومن أين أتت؟ ما هي المعايير التي تحددها وتكونها وتضبطها؟ وكيف تغلغلت في المجتمع الفلسطيني؟ وين تيجي عادة العادات والتقاليد؟ العادات والتقاليد هي العلاقات بين الناس، والعلاقات بين الناس تاريخياً اللي بحددها إيش نمط الإنتاج. بمعنى خلينا نفترض أنه قبل 50-60 سنة على سبيل المثال عادات وتقاليد الزواج كانت تختلف عن اليوم، والسبب في ذلك أنه الناس كانوا مرتبطين بالأرض. مش كان ابن العم بنزل عن الفرس؟ ليش كان ابن العم بنزل عن الفرس؟ لأنه كانت البنت بتورث الأرض، مزبوط، وبالتالي يفضل هالأرض تروح لابن العم أو للبنت، بتضلها بالعيلة. بينما اليوم نمط الإنتاج اختلف. اليوم نمط الإنتاج بديش أقول صناعي لأنه إحنا ما وصلناش للصناعة، بس على الأقل بيعتمد على دفع الكاش. العادات والتقاليد إجت من الحياة اليومية، يعني الناس كيف تتعامل مع بعض في النهاية. يعني مجرد إنه أنا عادة مثلا الزواج أو عادة التقاليد الزواج، مثلا عندنا هون في عادات اللي هي كيف كانوا يفرحوا بالزواج، اللي مثلا يغنوا مثل السامر مثلا، او ما يستعملوش انواع كثيره من الطبول، او يغنوا او الموسيقى، لان الحياه بسيطه فهم بدهم اصلا الصوت الانساني. فالعادات والتقاليد عاده الغناء اليدوي او عاده الغناء انه ما يكون في اي شيء ثاني مستعمل اللي هو الموسيقى، لانه ما في عندي شيء اي وسيله ثانيه. لما بنحكي عن عادات وتقاليد مجتمع غير عن نحكي لما عن عادات وتقاليد فرد. عادات وتقاليد عادات فرد بالاحرى ممكن هو سلوكه اليومي، بس لما نحكي عن عادات وتقاليد مجتمع احنا بنحكي عن مفاهيمه بشكل عام للصح والغلط، مفاهيمه لطريق كيف الطريقه الصح اللي تصير فيها الامور. هل تغيرت العادات والتقاليد من زمان آبائنا وآباء آبائنا أم بقيت كما هي؟ كيف أثر انفتاحنا على العالم على استيعابنا لها؟ وما هو دور التكنولوجيا بالتحديد في التأثير عليها؟ كثير من الشباب الحين حاليا كثير منعزلة، بتتعامل مع الناس كثير سطحية. صح في عنا كثير وعي وكثير علم وثقافة، بس كثير ناس مرتبطة ارتباط كلي بمواقع التواصل الاجتماعي، يمكن ما بيعملوش زيارة لأهاليهم بالشهر مرة، يمكن بيشوفش أخته الواحد كل أسبوعين أو ثلاث مرة، نتيجة أنه منعزل وشايف أنه المجتمع قدامه عبارة عن تليفونه أو تلفزيونه بس. هذا الحكي شوية قلل من قيمة العادات والتقاليد القديمة، وبلش الناس يتعود على عادات وتقاليد جديدة. بك على زماننا في تلفزيون، على زمان من زمان يعني كان في بليفونات، هذول اللي بمسحوا عليهن النت، وال ما كان يعني تطورت العالم وتطورت الناس، طلعوا على الكمر الناس. اليوم بقعد انا وياه بقول نقعد شوي، هذا بسحب حاله بروح على التلفزيون، وهذا بروح على التلفزيون، وهذا بقعد على التلفزيون، ومن عندنا التلفزيونات وحاطين زقوم بالتلفزيون، وها الرقص وها الدبكه. وانا لا بقعد عند بعضهم، بقعد ختيريه زيها زي اربع خمس ختيريه عشر ختيريه، بقعد عند بعضهم بخرفوا مع بعضهم، ولا فايده لا فايده. اكيد عاداتنا وتقاليدنا تاثرت بعلاقتنا مع العالم، يعني مع وجود الانفتاح والانترنت والتواصل الالكتروني في العالم كلياته. كمان احنا اخذنا افكار وتقاليد من محلات ثانيه اللي هي مش بالضروره جزء من عنا. ما دور الجغرافيا والديموغرافيا في تحديد عادات وتقاليد الفلسطيني، سواء في الريف او في المدينه او المخيم او حتى خارج الوطن؟ كيف يؤثر المكان واختلافه في سلوكيات الفلسطيني وتقبله للعادات والتقاليد قديمه كانت ام جديده؟ بنينا علاقات جيدة مع بعضنا، ابن الرملي وابن اللد وابن بيت نبالي وابن مزنات منطقة حيفا، وابن طبعا احنا قاعدين مع بعضنا، اولاد بلد كنا التيت في المخيم. يعني انا بشوفش ابن بلدي اللي في بيت نبالي، انا بشوف اللي ابن مزنات اللي عندي هنا، او ابن سرفندا وابن الرملي وابن اللد وابن اظن قاعد حد مش متكيفين. انا بفكر احنا ولا مره ناقشنا موضوع النكبه، اذا بدك كيف احنا بنفكر. انت بتحكي عن نسيج مجتمع تدمر تماما، عارفه؟ لما قبل شوي كنت احكي لك اعتمادنا على الارض هو اللي انتج كل عاداتنا وتقاليدنا. انت تخيلي هلك انه انت انتزعتي من هاي الارض، وبالتالي انت لسه بدك تبدي معك عادات وتقاليد معتمده على الارض، وانتقلتي لمحل ثاني فيش فيه ارض.
اوكي. بالنسبه للاجئين فكره التاقلم، انك يعني تنقل عاداتك وتقاليدك على محل انت اصلا فيش فيه الارض اللي كنت نبعت منها، هذه الفكره كانت بالنسبه لهم دمار، هذا دمار للمجتمع، دمار كبير. اما بالنسبه للعلاقات بيناتهم، عاده اللي صار في 48 انه معظم اللاجئين حاولوا اللي من قريه معينه او من منطقه معينه حاولوا ينتقلوا على مخيم مع بعضهم. كمان اللي ناس اللي بتشتغل بالدول الخليج، الناس اللي بتشتغل كانت بالعراق، بتشتغل بالامارات، تشتغل بعمان، كل هاي الناس رجعت وجابت اشياء جديده وطراز جديد باللبس، بالاكل، بالتعامل، بطريقه الحكي، كل هاي الاشياء جابوها معهم. فهذا الحكي بلش يخلق نوعا ما كثير عادات وتقاليد اصلا مش موجوده بالمجتمع الفلسطيني. احنا هلا داخلين في مرحله انه مش عارفين بالضبط شو هو عادات وتقاليد المجتمع، خلينا نحكي اهل رام الله او اهل قلقيليه، اهل نابلس، لانه تنوع صار كبير وصار الاشي اكثر منه عائلي، او خلينا نحكي عائلي على مستوى عائله صغيره اكثر منه على مستوى مجتمع كامل. المدينه لها عادات والقرى لها عادات، يا بعدها كل واحد له عادات، كل قريه لها عاده. احنا نختلف عن المدن. المدن لهم عاداتهم تقاليدهم، عند عرسهم بروحوا باخذوا على القاعات وباخذوا على هذا، احنا لا، احنا عرسنا ولا ميتنا هذا على عاداتنا احنا، في تقاليدنا احنا نمشي. كان نركب الركب العرس على بغل، هم هناك ابصر بيش بقى يركبوا على سيارات ولا الله ما في عاداتهم القديمه. هل اختلفت العادات والتقاليد ام انمحت؟ أم هي فقط مرت في مراحل طبيعية من التطور الذي قد يطرأ على أي مجتمع؟ وهل كان للاقتصاد الدور في تشكيلها أو إعادة صياغتها بما يتناسب مع مصلحته؟ انمحت بعرفش، تطورت يمكن، انمحت بعرفش إذا انمحت نهائياً، بس بالضرورة تطورت. بس في عادات جديدة أجت مرة تانية، صدق ولا تصدق، لها علاقة بالاقتصاد. في فترة من الفترات جديدة، يعني مش قديمة، يعني في آخر 10 سنوات بلاحظ إنه في فترة في العزة صار إشي جديد دارج اللي هو التمر. التمر ما كانش موجود، كان في قهوة سادة ويمشي. التمر إجا من برا، يعني إجانا من برا، لأنه مرتين أو ثلاثة تمارس في البلد، فصارت هاي عادة لازم يتوزع تمر في الـ في الـ في الـ في العزة في المياتم، لأنها صارت إشي طبيعي وإشي دارج المجتمع يتعود عليه، يعني مش أكثر من هيك. ليش؟ شغلتين كانوا يعملوهم الناس كانوا يوزعوا سجاير بالعزيات، وانا صغيره بتذكر نحط على الصينيه العاليه والكمال والفريد، هذول اللي كانوا ايام ونفتح نحط ونوزع على الناس في العزاء على النسوان يدخنوا. اليوم بطلوا طبعا لانه صار في دعايات انه الدخان مضر وكل هالاشياء، هاي تغيرت صح ولا لا؟ الشغله الثانيه، ليش الناس بلشوا يوزعوا تمر بالعزيات؟ سبب في ذلك كثير مؤسف، كثير مؤسف، انه من 12 15 سنه وجاي بلش تمر المستوطنات اللي في الغور ينضج، ومن هاي الفتره من 15 سنه وجاي بلش الاسرائيليين يكبوا التمر اللي بيجيبوه من السعوديه ومن الحج، وبالتالي فيش امامك مخرج انت كحجه ولازم توزعي الا انك تشتري تمر من أريحة اللي هو تمر المستوطنات. هذا واحد. ليش بلش بالعزيات؟ حدا بداها، بس عملينا انتشرت في كل فلسطين انه الناس بوزعوا تمر في العزيات، انعملها تبرير ديني انه الرسول كان ياكل تمر، التمر محبب، يعني لبسوها غلاف ديني وعملين الفكره كلياتها سوق تمر المستوطنات. هذه عادات جديده. هلا بتقولي للناس بطلوا وزعوا تمر في العزيات، بقول لك ايه، هي صارت عاده، هي صارت تقليد، كيف بدنا نبطل؟ ما مدى تقبل الأجيال الجديدة للعادات والتقاليد؟ وهل تقبلوها وعاشوا حياتهم بناء عليها؟ أم تمردوا ورفضوها؟ أم طالبوا بوجود شكل جديد لها بما يتناسب مع حياتهم ومتطلباتهم؟ مش برفض، أنا بحاول إنه نرجع نقيم شوية عادات التقاليد. كرفض أنا ما بقدر، يعني هاي بالنسبة لي هي مرجعية، يعني بالنسبة لنا هي مرجعية، عاداتنا وتقاليدنا سواء كان موجودة في أهلي وأبوي، وفي شوية نزعات
قبلية، الناس بتعاملوا مع المجتمع كأني أنا ابن هاي القرية وبس، أنا ما برتبط في أي شخص ثاني. هذا الحكي كثير أنا برفضه وبتعامل معه على أساس أنه يعني مش موجود، لأنه بالنهاية يعني أنا ابن القرية أو ابن المدينة أو لا، أنا عشت في قرى، عشت في مدينة، عشت في عشرة الناس، شفت كيف الوضع، مش زي ما كانوا أو كانوا يخيلوا لي الناس، ومش زي ما لسه كثير من عقليات بتحمل. فهذا الحكي لسه بده كثير مراجعة. لحد معين بحس حالي متمردة، بس بالآخر العادات والتقاليد في المجمل مش إشي سيء. من التسعينات فما فوق، هذا الجيل يعني اللي عمره 19 20 إلى آخره، خسروا إشي كتير حلو كان أيامنا. خسروا اللعب بالشوارع واللعب بالفطبول وطابة الشرايط وطابة السبع حجار، يتشعبطوا على الشجرة، خسروا الهواء النقي، خسروا اللعب الجسدي. اليوم الجيل على الكمبيوتر، أنا بطلع على ابني، يعني ابني 24 ساعة على الكمبيوتر، أوكي، فجيل الإنترنت. هلأ بقدرش أقول إنه لازم نلغي الإنترنت، ولا بقدر أقول لازم نمنعهم يقعدوا على الكمبيوتر، هذا جيلهم زي ما كان جيلنا نلعب بالشارع نلعب بالحارة. مختلفين إحنا اليوم عنهم، كل شيء اليوم مختلف، فيش اليوم ولا نتفة ماشي مع الأول. الأولي على البسيطة ماشيين الناس، اليوم يا عم هذا غيرين. كيف كان للمنظومة الدينية على اختلافها الدور والتأثير على العادات والتقاليد؟ هل كانت الأولى المكونة لهم؟ وما هي الصلة بينهم وبين ثقافة العيب والحرام في مجتمع يشكل الدين فيه أساساً من أساسيات الحياة؟ الدين ما دخلش في العادات. الدين لله والدين لأهليه. الدين دين. العادات والتقاليد إذا تكربت على الدين من كاتلهم الدين لحال. هلأ هو كل الموضوع عادات وتقاليد، لأنه بدك تيجي للديانات، الديانات ما حسبت واحد أكثر من الثاني، وإحنا منبع تصرفاتنا كلها يا إما عادات وتقاليد يا إما دين. الحلال والحرام والعيب هذا ناتج عن العادات والتقاليد، هو ناتج عن دين، ناتج عن تاريخ، وكله مربوط في بعضه إجمالا، ما بتقدر تفصلي واحد عن الثاني. بيعتمد على الفترة الزمنية، يعني مثلا انا بتذكر في منتصف السبعينات لما كانت لسه سبعينات من القرن الماضي، لما كنت انا طالبه بجامعه بيرسيت، ما كانش وقتها جامعه، كانت لساتها كليه، ما كناش نسمع كلمه عيب وحرام، وما كانش ولا بنت لابسه منديل في الجامعه، ولا كان ممنوع البنت تقعد مع الشاب، عارفين يشربوا قهوه، ولا كان يطلع عليها بتدخن. هذا الحكي بهذيك الفترة ما كانش موجود. فكمان العيب والحرام بتغيروا حسب الفترة الزمنية. يعني الفترة السبعينيات كانت فترة عز المشاعر الثورية والنضال، وبالتالي ما كانش كتير الناس بيركزوا وبيفكروا كتير بقضية عيب وحرام وبصير شو بصير. دايما هيك بصير، دايما بيعتمد على الفترة. مثلا الانتفاضة الأولى توقف استعمال عيب وحرام. ليش توقف؟ لأنه كل الناس كان فكرهم مشغول بالنضال وبالانتفاضة، عرفت كيف؟ لما رجعنا فترة انحدار سياسي اقتصادي اجتماعي ارتفعت مسألة العيب والحرام، وبالتالي صفت. يعني وأنا بحكي عن أجيال زي أجيال طلابي في الجامعة، عملياً 99.9 من حياتهم تمشي بناء على العيب والحرام. عيب ألبس هيك، عيب حرام ألبس هيك، شو يي عب الشوم كيف أمشي هيك، شو بقولي عن الناس إذا مثلاً تصرفت كذا. فكل ما يكون في عنا انحدار سياسي اقتصادي، كل ما بترتفع نسبة العيب والحرام، وبصف العيب والحرام هو اللي بيسوق حياتنا. اعتبر انه في كثير شيوخ مثقفين وكثير ناس مفتيين مثقفين، بس المجتمع كمجتمع نفسه في فتره من الفترات في كثير شغلات بيعرفهاش عن الدين، وبيعرف شو الدين بيحلل او بيحرم، بس بيعرف شو بيعرف العيب منيح. المجتمع بيحط اصنام جديده ما لهاش دخل لا في دين ولا في اي شيء.
لطالما كان أفراد المجتمع الفلسطيني حريصين على تفاصيل حياتهم، فلطالما طرأت على المجتمع تغيرات في مختلف مجالات الحياة كأي مجتمع آخر. لكن ماذا ترى الأجيال؟ ماذا يتمنون؟ وكيف يريدون الاستمرار في حياتهم تحت كل تغيرات هذه الحياة؟ والله يا عمي ما بتيجي هذا لهذا. احنا قبل شو بقى؟ احنا شو اليوم يا عمي كل شيء اختلف، اللبس اختلف، الاكل اختلف، المنطقة اختلف، العشرة مع بعضهم اختلفت، كل شيء اليوم اختلف عن الأول. هذا جيل الله يحمينا منه، هذا جيل الكمبيوتر، هذا بخوف بخوف، لأن بده كل شيء يمشوا على الكمبيوتر. والله ما بقدر ارجعها الا ربنا يؤمر في رجوعنا على البلاد، ترجع عاداتنا وتقاليدنا القديمه. ما في مجتمع بدون عادات وتقاليد، لانه بالنهايه حتى في نفس المجتمع لما يكون في مجموعه مثلا خلينا نحكي خارجه عن العادات والتقاليد، هم بكونوا عاداتهم وتقاليدهم الخاصه فيهم. فما في بني ادم او ما في خلينا نحكي على مستوى عائله ما في عندها عادات وتقاليد معينه. فهذا إشي بشري في النهاية، ما بدنا نسلخه عن البشر، بس لما يكون على مستوى مجتمع فالأفضل أو يفضل أو نتمنى أنه يكون عادل أكثر، أو نتمنى أنه يكون مواكب. خلينا نحكي رأيي أنه العادات والتقاليد لازم تكون هي عبارة عن تطور الماضي بشكل بطيء، يعني تطور الماضي بشكل تدريجي، اللي أنا يعني أخلق عادة جديدة بس حسب ما أنا برتقيها وحسب ما هي كمان ما بتضر الناس وبتأثرش على المحيط اللي حوالي. عاداتنا وتقاليدنا مش قطعة متحفية مجمدة في فترة زمنية معينة ولا مرة. الإشي الوحيد اللي تجمد في فترة زمنية معينة هي القصص الشعبية. ما عدا ذلك الدبكة، الأغاني، التوب، ايش بدك كمان، كل التراث المنكول، التراث اصلي، التراث الشفوي تطور. هذا شيء طبيعي انه يتطور، اوكي؟ يعني حتى لو ما صارش في عنا احتلال، حتى لو ما صارش في نكبه بال 48، طبيعي انه يتطور التراث عنا. مشان هيك هلا بطل التوب يمكن عملي كثير بالنسبه للناس، فصاروا يلبسوا جاكيتات ويلبسوا فيستات ويعملوا جزادين. هذا مش معناته احنا تخلينا عن تراثنا او تخلينا عن عاداتنا وتقاليدنا، لا، احنا متطور بشكل طبيعي كثير طبيعي. اليوم في دبكة الأعراس، حتى الدبكة القح الفلسطينية اسمها الطيارة، في دبكة اسمها التاكسي، مش هيك؟ طبعا بالخمسين سنة كان في تاكسي وطيارة، فهمت علي؟ اليوم بيغنوا بعض الأحيان، بيغنوا لحسن نصر الله، كانوا يغنوا لأبو عمار، صح ولا لا؟ فطبيعي إنه الإشي إذا التراث ما تطورش في مشكلة، معناته المجتمع مات.